مصر من فترة طويلة عندها أزمة في توفير البترول، وللأسف اضطرت إنها تخصص مبالغ دولارية كبيرة لتعويض النقص ده. لكن الحكومة بدأت تعلن خطوات خفض استيراد الغاز والمازوت، وده هيقلل الاستيراد وهيزود كمان التصدير. يا ترى إيه اللي عملته مصر في مجال البترول؟ إزاي مصر هتحقق المعادلة الصعبة وتتجه لتصدير البترول؟ بانكير نبض البنوك. كلنا عارفين ان مصر كان عندها ازمة بسبب نقص البترول والغاز الطبيعي اللي بتطلعه من الابار، خاصة حقل زهر، وده دفع الحكومة انها تتعاقد على شراء كميات كبيرة من المازوت والغاز الطبيعي علشان تحل ازمة انقطاع التيار الكهربائي اللي كانت مصر بتعاني منها على مدار شهور طويلة. طب ايه اللي مصر عملته علشان تحل ازمة نقص البترول والغاز الطبيعي؟ وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي قال ان مصر كان عندها تباطؤ في عجلة الانتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء الاجانب بسبب الفجوة اللي موجودة ما بين سعر البيع والتكلفة، ده غير ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة بشكل عالمي واللي تزامن مع ارتفاع سعر الصرف عندنا هنا في مصر. كل العوامل دي تسببت في تناقص الانتاج وتوقف أنشطة الحفر الجديدة وزيادة الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة وتراكم مستحقات الشركاء عند الوزارة. وزير البترول كمل كلامه وقال ان الدولة بدأت خطة لزيادة الانتاج والاكتشافات بتسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء وتوفير تدفقات نقدية مستقرة علشان يحصل تنمية للانتاج والبحث والاستكشاف. كمان الدولة طرحت حزمة تحفيز استثمارية مقرونة بتسعير اكثر مرونة لجذب مستثمرين جدد، وده نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات. بدوي قال ان الخطوات اللي قام بيها الدولة زودت عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والانتاج ل 57 شركة، منهم 8 شركات من كبرى الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة واكتر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية. وزير البترول قال كمان ان الدولة وجهت الدعوة لأكثر من 20 مستثمر مصري كانوا شغالين في الخارج للدخول الاستثمار في مجال تنمية الحقول المتقدمة لزيادة الانتاج، وحاليا وصل الانتاج ل 1.4 مليون برميل زيت يومي. حاليا الوزارة شغالة على زيادة معدلات الانتاج لتحقيق الاكتفاء الزيتي وخفض التكلفة الاستيرادية. الدولة نجحت في اضافة 30 الف برميل زيت يوم و 133 مليون قدم مكعب في اليوم في الربع الاول من العام الحالي. وزير البترول طمن المصريين على انتاج حقل زهر وقال ان شركة ايني الايطالية بدأت تستأنف اعمال الحفر في الحقل، وهيتم حفر بئرين جداد وده بهدف الرجوع بخطة الانتاج لما قبل توقف اعمال الحفر، وهيوصل الانتاج ل 220 مليون قدم مكعب يومي. بنتمنى كل الخير للاقتصاد المصري في الايام والسنين اللي جاية. انا اشرقت اشرف والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.